السلام عليكم احسن عائله في اليوتيوب، كنتمنى تكونوا بخير وبالف خير. كيف ما عودناكم في لاشين ديالنا ديما كنهضروا على جديد الهجره الى كندا، وهاد المره حبيت نهضر لكم على لو بيرمي ديتود، على الدراسه، شنو هما الشروط باش نقدروا نجيو لكندا عن طريق الدراسه، وغنهضر لكم على المدارس اللي راهم ديزيني باش نقدر نجي ونقرا هنايا بكل سهوله، حيت قبل كنتي تقدر تسجل بزاف ديال لي زيكول. اما دابا من بعد ما دار هذا القانون الجديد، هاد التغييرات اللي داروا، كيف ما كتعرفوا لي زيتيديون اللي كيجيو يقراو هنايا، قبل كانت الحكومه الكنديه كتجيب اكثر من 550 الف ايتيديون، ومؤخرا قرروا انهم ينقصوا العدد ديال المهاجرين وحيدوا نقصوا 35%، والعدد حاليا ولا 350 الف مهاجر او 340. هذا هو العدد اللي ولا دابا، وهذا هي لاكتواليتي. علاش دارت الغوفرنمون هذا التغيير؟ حيت ولا عندنا اون كريز ديال اللوجمون، ولا ازمه في السكن، ولا الغلاء ديال الاثمنه ديال الكراء. كنتي كتكري 4.5 او 3.5 بواحد الثمن اللي هو ريزونابل، ما بين 700 حتى 800 دولار. اما دابا باش تكري غير 3.5 خصك 900 دولار، ولا بغيت تكري 4.5 خصك 1200 دولار، ولا بغيت تكري 5.5 راه ولات خيالي، اكثر من 1500 دولار. وهذا الغلاء راه ما كانش شحال هذا، وهذا الشيء ملي جاوا يقلبوا ويديروا دراسات باش بداو ليا بلي زيتيديون. واليوم غادي نهضر لكم على شنو هما لي زيكول اللي راهم ديزيني اللي ممكن تسجل فيهم ودير فيهم دي دي بي. وكاين بزاف، وقبل ما نبداو في لي زيكول الفيديو راه غادي يكون طويل شويه، لا فامي كنعتذر، ولكن راه داكشي راجع للمعلومات الكثيره اللي غنبارطاجي معكم، حيت شروط باش نقدروا نجيو عن طريق الدراسه. كيف ما كتعرفوا بغيتي تهاجر لكندا، كاينين ثلاثه ديال الطرق اساسيه. الطريقه الاولى هي تجي عن طريق الاقامه الدائمه، الطريقه الثانيه هي تجي عن طريق بيرمي دو ترافاي، الطريقه الثالثه هي تجي عن طريق الدراسه، يعني كتجي عن طريق بيرمي ديتود، ومن تما كتالي كتاخذ الاقامه الدائمه. شرط ان هذاك لو بيرمي ديتود يكون عندك فيه اكثر من 1800 ساعه، هذا هو الشرط. فوالا، حنا دابا لقيتوني غادي، شوفوا معايا الكليسات، كاين هاد الفيركلا، هو هذا سي دو فيركلا كتجليسي فيه كتباتيني، سكيف فيه، لا ما رديتيش بالك مع هاد الفيركلا راه غتجيب الربحه. دونك هذا ماشي هو الموضوع ديال الموضوع ديالنا، هو لو بيرمي ديتود، الشروط كيفاش نقدروا، حيت باش ندفع في هاد لو بيرمي ديتود شنو خصني، يعني سواء جيتي سياحه او من المغرب، شنو هما الشروط ديال لو بيرمي ديتود. هو اول شرط هو لادميسيون، يعني تلقى ليكول اللي مزيانه، سونتر، معهد، كوليج. ملي كتلقى هاد المعهد كتبدا لا بروسيدور، كتبدا لادميسيون، خدي شي لادميسيون من هاد المعهد عطاك الموافقه، من تما كدوز ليطاب الثاني اللي هي ميفي. ميفي كدوموندي سي اكي، سيرتيفيكا داكسيبتاسيون دو كيبيك. دزتي ليطاب الثاني، خديتي السي اكي، هنا كدوز كتدفع البيرمي ديتود. ومني كتدفع البيرمي ديتود كاينه واحد الوثيقه مهمه اللي الناس ما كيذكروهمش لك، جوج ديال الوثائق مهمه. الوثيقه الاولى اللي كتبان لي مهمه وضروريه اشنا هي؟ هي سيرتيفيكا دو بلاسمون. هاد سيرتيفيكا دو بلاسمون شنو هي؟ هي انك عندك واحد لي بروف فينونسيير، انك تصرف على راسك طيله مده الدراسه ديالك. وانتم عارفين مؤخرا الغوفرنمون زاد في هاد المبلغ، كنتي عندك تكون عندك 10000 دولار، مؤخرا ولات عندك خص تكون عندك 20000 دولار. دونك هذه هي الوثيقه الاخرى اللي مهمه، لادميسيون سي اكي، سيرتيفيكا دو بلاسمون غارونتي، ويكون عندك ليتر اكسبليكاتيف. ليتر اكسبليكاتيف هي لا ليتر اللي كتشرح فيها الرغبه ديالك انك غترجع لبلادك من تسالي الدراسه في كندا، وخصك تقنع هذاك لاجون ديميغراسيون بان عندك لي بروف فينونسي، الامكانيات الماديه، وانك غترجع لبلادك ملي غتسالي لا فورماسيون. فوالا، هادي سالينا، هاد المسمار طرقناه. دونك مني غنسالي كاينين ليطاب الثاني، هو اشنو؟ هو اننا كندفعو في لي كنقلبو على ليكول اللي مزيانه. مني كنلقاو ليكول اللي مزيانه واللي معترف بها كتسمى ايكول ديزيني، انا راه غنخلي لكم في الرابط في صندوق الوصف، غنخلي لكم لي زيتاب كيفاش تقدر سيت ويب فين تقدر تعرف واش ليكول ديزيني ولا لا. وغادي نشرح لك اوسي، غندير لك اون بيتيت فيديو الاخر ديال الفلوغ ديالنا، غنشرح لك كيفاش تدخل وتقلب على لي زيكول اللي راهم ديزيني. وانا شخصيا درت اون ليست ديال لي زيكول ديزيني، ليست كامله كتبتهم
دخلت درت لي غوشيرش، وهاد لي زيكول اللي غادي نعطيكم راهم كاملين كاينين فين، كاينين في لا ليست ديال لي زومبلويور، يعني كود سي ان بي ديالهم مضمون معقول، ولي زيكول اللي مطلوبين وكيقبلوا لي زيتيديون اون انترناسيونال. دونك نبداو بليكول الاولى اللي هي سونتر دو فورماسيون لو شونتي. سونتر دو فورماسيون لو شونتي هذا سي ان سونتر، الله الله الله، شوفوا لي كيفاش كنجليسي، كنجليسي اخوتي كنجليسي كنباتيني. دونك نبداو بليكول الاولى هي سونتر دو فورماسيون لو شونتي. هذا سونتر دو فورماسيون زوين مليح، كيعطي دي دو بي ديال السودور ديال الالكتريسيتي ديال لا مينتونونس ديال الميكانيك. دونك هذا المعهد الاول. المعهد الثاني هو لا سيتي. المعهد الثالث هو كوليج سي اس ام، كاين عاوتاني ليكول دي ميريت دو سود ويست دو مونريال، كاين عاوتاني ايكول دو لو بي اس اتش. بما اني انا كاين في كاين في سانت هياسنت، يعني هادو كنت عارف هاد لي زيكول معروفين ومسوقرين وكان ريكومونديهم لي زيتيديون. علاش؟ حيت لا في سانت هياسنت زوينه، اون بتيت فيل بيزيبل، فيها لي زوفر دومبلوا بالجهد، فيها لي زوفر دومبلوا اغوغو، زائد توفر للوي، حيت بزاف ديال الناس لي زيتيديون فاش كيجيو هنا كيتصدموا بالغلاء ديال الكراء، مع العلم على ان هاد ليكول اللي غنبارطاجي مع هاد سانت هياسنت كاينين دي موبل، كاينين دي بلوك اللي ممكن تكري فيهم اون شومبر وغتقام لك 350 دولار في الشهر تو تانكلو، معلقه ما تدخلهاش معاك، شومبر غتكريها ب 350 دولار كلش انكلو، يعني كتدخل عندك عندك العائله ديالي، عندكم كلشي، معلقه ما تدخلوهاش، يعني عندك فين طيب، عندك فين تكويزيني، عندك فين عندك الواي فاي، عندك لا كونيكسيون، يعني اش خصك مازال، عندك ناموسيتك، عندك كاع المسائل الاساسيه اللي كيحتاجهم. هادي كنقولها حيت علاش بنادم كنبغي بنادم يقشاز شويه، ما كنبغيش نكلف على بنادم اكثر من الطاقه ديالو، حيت ديجا مسكين مع لي فري، مع لي فري دو سوبونسيون، مع لا ديستونس مع لا فامي، كتكون عندك لو دوغري دونكسيتي طالع. حنا باش نهبطوا هاد لونكسيتي كنهبطوا من لي شارج، باش نهبطوا من لي شارج عوض تكري اون 3 ادمي او لا 2 ادمي وتخلص 700 ولا 800 دولار، خلص ليا النص 300 و تو تانكلي ومهني راسك، ما تبقاش تخلص فاكتور ديال الكتريسيتي، فاكتور ديال الضو، الشوفاج، دينيجمون، ابونمون انترنت، كل شيء عندك، عندك الواي فاي، عندك المسائل ديالك صافي، ناموسيتك كاع المسائل ديالك. وبنادم اللي باغي يجي لسانت هياسنت يتواصل معايا، راه كاينين دي موبل غنوريك كيفاش تقدر تسجل فيهم افيك غران بليزير، حيت حنا الخوت لبعضياتنا ومرحبا. دونك فيما يخص سانت هياسنت كنعرف لو بي اس اتش ايكول بروفيسيونيل دو سانت هياسنت، كاينه اوسي كوليج ديال سانت هياسنت، كاين سيجيب دو سانت هياسنت، وكاين لي تي اكو انستيتوت تكنولوجي اغرو اليمنتير دو كيبيك. هذا ديال من هذا ديك لي زيتيديون اون انترناسيونال اللي باغيين يقراو، مثلا باغيين يديروا برودكسيون انيمال، باغي يديروا ترانسفورماسيون، باغي يديروا ميكانيك اغريكول. فوالا هذا سالينا مع سانت هياسنت. دابا غندوز لكم لي زيكول اخرين اللي ديجا جبتهم، كاينه ليكول اللي معروفه بزاف وكنعرف بزاف ديال لي زابوني اللي معانا في لاشين مشاو ليهم، كاينه ليكول ديال كوليج سوبيريور دو مونريال، كاين عاوتاني ليكول دو اميكا هي او ام اي سي ا، هاد اميكا كاينه في مونريال، كدير دي دو بي ديال سوتيان انفورماتيك، ياك كدير دو بي ديال سوتيان انفورماتيك ديال لا مينتونونس وديال ديفلوبمون. دونك هادي مسمار اطرقنا فيما يخص مونريال. كاينه اونستيك، هاد اونستيك سي ان كوليج كيدير دي دو بي، كيدير دي فورماسيون كوليجيال. كاين اوسي الكوليج ديال بوا دو بولون، كاين اوسي الكوليج ديال بوا دو بولون، كاين ميزون نوف، فوالا ميزون نوف. وفي اطار لا موتيفاسيون، في اطار الكوراج، ما يخلعوناش، بغيتكم فينالمون باش تاخذوا لو ديبلوم ديالك ان شاء الله، كيف ما داروا بزاف ديال الاصدقاء اللي تلاقيت معاهم في فتره الدراسه ديالي، سالاو، يعني كانوا دي تونيزيان، دي ماروكان، دي زيفواريان، دي افريكان، جاو ان شاء الله، جاو وفاش سالاو كاين اللي توفقوا كملوا في لو بيرمي ديتود ديالهم وخذوا الاقامه الدائمه، وكاين مثلا اللي ما قدروش توفقوا. خاص دير في بالك انك درتي عام وما توفقتيش وزقلتي في دي موديل ولا هذه، عندك حق انك تبدل،
لو بيرمي ديتود الى بيرمي دو ترافاي، ولكن خص يكون عندك دي موتيف. بحالاش؟ بحال مثلا حاولتي تقرا، درتي مجهود، سقطتي فيهم ولقيتي اوفر دومبلوا والمشغل بغى يخدمك معاه، هكا كتقنع الميفي. من تما كيديروا لكم شونجمون دو ستاتيو، كدوموندي ان بيرمي دو ترافاي او ليو دو ريستي بيرمي ديتود ديالك. بون هادي مزيان. ليطاب الثانيه هو انه كاينين وحدين بحال لو تونيزيان، بحال دوطخ بيغسون بحال عثمان اللي الله يذكرهم بالخير، هادو جاو وتوفقوا سالاو الدراسه ديالهم ودفعوا باش ياخذوا بيرمي ديتود بيرمي دو ترافاي. حيت فاش كتسالي مثلا درتي دو بيفورماسيون ديال 2 ans، كتسالي كيعطوك ان دي كيعطوك ان بيرمي دو ترافاي ديال 2 ans اولا 3 ans. ملي كتسالي كتاخذ داك لو بيرمي دو ترافاي كتخدم به، وفي نفس الوقت راه كتدفع للسي اس كيو، كتدفع باش كتاخذ السي اس كيو يعني سيرتيفيكا دو سيليكسيون دو كيبيك. وهنا فين كيقول لك راه كاين شروط، شروط هو انك دوز امتحان ديال اللغه، حيت امتحان ديال اللغه راه فيك فيك تابعك تابعك. يعني الناس اللي دوزوا ديبلوم ديتود كوليجيال راه هذاك الامتحان ديال الفرنسي اللي كتكون دوزتي كافي انك تدفع به كوم تيست دو لونغ. الناس اللي كيقراو دايرين دو بي ضروري انك دوز امتحان ديال اللغه وتجيب فيه بي 2 مينيموم بي 2. وبلا ما بنادم بقى يكتب علينا حقه الواد جي بيرمي ديتود سالي غتاخذ الاقامه الدائمه، داك الشيء راه ما كاينش. كتسالي كاينين شروط، وهذا هو الشرط الاساسي اللي كاين الناس اللي جاو هنا عن طريق عقود عمل وخدموا سنتين وباقي لحد الان ما نجحوش امتحان ديال اللغه ولقاو فيه مشاكل، ما جابوش هذيك بي 2 وراه باقيين كيشدوا في هذيك الكونطرا دو ترافاي ديالهم. كيسالي بيرمي دو ترافاي كيعاود يشدوا حتى يجي العام اللي نجح فيه في اللغه امتحان ديال اللغه ويدوزوا. هادشي علاش لا فامي انا كنقول هادشي ماشي باش نخلعكم، مي باش تزيروا روحكم، باش ماشي تبقاو هاملين داك الامتحان ديال اللغه حتى النهار تحفز في الراس وكتقول صافي غندفع. نكون مجدد، لا تكون كتقرا وكتوجد امتحان ديال اللغه باش فاش تسالي تكون مغيز الامور ديالك. سالي تكون دوز بي 2 في تي سي اف كندا جايب بي 2 وهكا كتكثر من الحضور ديالك وكتاخذ لا اخ بي ديالك. بون هادي مزيانه. ودابا لا فامي كيف ما كتشوفوا معايا هضرنا على كاع لي بوين المهمين فيما يخص لي زيتود في كندا، ودابا راه غادي ندوز للبي سي وغنوريكم كيفاش تقدروا تلقاو لي زيكول ديزيني، وغتشوفوا هاد لا ليست اللي بارطاجيت معكم، قلبوا عليهم مدرسه بمدرسه وشوفوا واش كاينين في لا ليست ولا لا. وانا راه قلبت شخصيا وهادو راه كاملين كاينين في لا ليست. هنايا باش كنعرفوا لا ليست دي زيكول ديزيني كنجيو جوجل كنكتبوا ليست دي زيكول ديزيني، وهو كيطلع لنا لا ليست ديال لي زيكول ديزيني اوتوماتيكمون. كنضغطوا على الرابط وهنا كطلع لنا ليست دي زيتابليسمون، كنهبطوا لتحت كنديروا المقاطعه ديال كيبيك. وفاش كندير المقاطعه ديال كيبيك هنا كيقول لك افيشي، كندير توت وندير باغ اكزومبل ندير ليكول ديال اميكا اللي كيجيو لها بزاف ديال لي ماروكان لي الجزائريين. سيرفيس دو سي ا هو سير ايكول دي ميتي دانفورماتيك دو كوميرس اي دو لادمينستراسيون مونريال، ها هي معترف بها. نبدا معكم او بي او بي اس اتش، ها هي او بي اس اتش هي بواد بولون CGEP de Bois de Boulogne, chantier, centre de formation, le chantier, électricien, soudeur, informaticien. Et ni Heidi liste qui attaque les écoles Camden par province, par ville. Voilà comme moi c'est nada. Ou à quel mètre douche est comme de quelque car à ce que tu as chargé ou tu coules les blés à quel adrar ou à d'où le hédif d'ieri. Bref comme à la famille, tu coules les blés. وتحسنوا الوضعيه وتسووا الوضعيه ديالكم باقل الاضرار بلا ما تقام لكم القضيه بواحد المبلغ خيالي. هادشي علاش اخوتي في اطار المستملحات ديما الموتيفاسيون وديما الكوراج، وانتم راكم احسن عائله في اليوتيوب احبكم في الله، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقكم في مشروع الهجره ديالكم وتحققوا لوبجيكتيف ديالكم اللي ديجا رسمتوه وتوصلوا ليه ان شاء الله باذن الله. هادشي علاش لا فامي تبارك الله عليكم، يونس من كندا يحييكم وكنبعث لكم التحيات الحارة. السلام عليكم، أحسن عائلة في اليوتيوب.